طيب بسم الله الرحمن الرحيم، حنكمل باقي محاضرة المرة الماضية. طبعا بدأنا المحاضرة عن الكريبتوس فريدم بارفام اللي بتعمل مرض كريبتوس فريديوسيس. حكينا ده عبارة عن ووتر بورن ديزيز، فود بورن ديزيز، وتحدثنا عن الطور المعدي وهو الأوسيست، وعادة الأوسيست بتكون موجودة في اللي هو براز المريض، ومن ثم تكلمنا على اللايف سايكل أو دورة الحياة. أنهينا اللايف سايكل كلام عليها، ووصلنا إلى الامراضيه الباثولوجينيسيس. طبعا الامراضيه بتتركز بانه هذا عباره عن طفل بيعمل دياريا وبيعمل بيرسيستنت دياريا والدياريا هذه بتكون في مجموعتين من البشر. المجموعه الاولى اللي هي الاميونوكومبرومايزد بيشنتس، بالذات اللي عندهم الايدز او ديفيشنسي في الاميونيتي، وممكن تعمل لهم تريتنينج لايف، يعني تهدد حياتهم وتؤدي بهم الى الموت. حقيقة انه بكل وضع صعب جدا، وعشان كده persistent diarrhea ممكن يقضي عليه خلال اسابيع لانه عنده نقص في المناعة. المجموعة الثانية اللي ممكن يصيبها بسموها immunocompetent groups، طبعا هدول طبعا ممكن يعالج او يسموا يعني self treated، يعني ممكن يشفوا من نفسهم بعد عدة اسابيع، لكن بضل يعني غالبا زي ما حكينا بتبدا باسهال شديد العمليه. بالنسبه عشان نخلص موضوع الكريبتو، بنيجي على الدياجنوسيس. طبعا الدياجنوسيس بالنسبه لتشخيص المرض، في الخليه الاوسيست، بالنسبه للدياجنوسيس الاوسيست بتاعت الكريبتوس فريديم الحجم تبعها من 4 الى 6 مايكرومتر. طبعا حجم صغير حقيقة في الدايركت، يعني صعب للمبتدئين في الدايركت سمير انهم يشوفوا الاوسيست تاعت الكريبتوس فريديم، لكن العلماء اوجدوا صبغة خاصة تصبغ الكريبتو اللي هي الاسيد فاست. يمكن هذه الطريقة الثانية انه نستخدم الاسيد فاست ستين، وكلكم تعرفوا الاسيد فاست اللي زيلنسن. طبعا إلها يعني تركيبة خاصة وإلها كاونتر ستين، إما تكون مثنين بلو أو ملاكات جرين، وبتبين الخلية مصبوغة بين كلر لما نصبغها. وأعتقد يعني ممكن موجودة هنا، مش في الشريحة هذه، المهم موجودة هي في شريحة تانية، ممكن طبعا نشوفها بوضوح. بالنسبة للنوع أو الثالث طريقة ممكن نستخدمها في تشخيص الكريبتوس فريديم اللي هي الأورامين فينول. طبعا إذا استعملت الأورامين فينول بدك تضطر تستعمل إيش؟ فلوريسنس مايكروسكوبي. نعم، أورامين فينول طبعا بنصبغ وبنستخدم زي ما حكينا الفلوريسنس مايكروسكوبي. الطريقة الرابعة اللي هي الانتيجين، ممكن تعمل انتيجين ديتكشن بالذات، يعني او البي سي ار عشان نعمل كونفرميشن او تأكيد للإصابة. بالنسبة للبي سي ار انت ممكن تعمل فيه تأكيد للسبيشيز، يعني ممكن تشتغل على اي انيمال وتأكد السبيشيز بتاعت هذا الانيمال في الرودنس في الكاتس في الدوج في غيره، وتأكد السبيشيز تبعت هذا الحيوان بالبي سي ار اللي هو البوليميريز تشين رياكشن، وكلكم بتعرفوا. هيك بنغطي موضوع الكريبتوس فريديم. طبعا زي ما حكيت في كذا دراسة في قطاع غزة وثقت وجود الكريبتوس فريديم، وحكينا من المرة اللي فاتت. خلينا بس نرجع رجوع اللي نحكي قبل ما نحكي على فري ليفنج أميبا اللي هي محاضرة اليوم. خلينا بس نعمل تغطية للبروتوزوا عشان بديناها وما كملناهاش، اللي هي انه البروتوزوا حكينا عليها انه بتتحرك بثلاث تقنيات، بتتحرك بلوكوماتر أورجانز بسيطة، يا بتتحرك طريقة السيدوبوديا أو الفلاجيلم أو السيليا، يا بالقدم الكاذب أو الأصوات أو الأهداب. هذه خلايا أولية، يعني مثلا الجارديا بتعيش في الأمعاء وتمتلك أصوات تمكنها من حركة بسيطة داخل تجويف الأمعاء. السيدوبوديا عبارة عن اللحميات اللي هي الانتاميبا يعني أو الأميباز كلها، تتحرك بالقدم الكاذب في الأمعاء برضو حركة بسيطة أو لوكوماتر أورجانيل بسيط. البلانتيدم كولاي بيعيش في الأمعاء برضو له أهداب. تريبانوسوما إلها
اللي هو صوت وتتحرك بين كرة الدم الحمراء في البلاد وهكذا. طبعا تيار الدم بيساعدها في الحركة. فهذه طبعا خصائص البروتوزوا من ناحية حركية. من ناحية التغذية ممكن نقسمها إلى ثلاث أنواع. ممكن تكون الأولية هولوفايتك بروتوزوا، ممكن تكون هولوزويك بروتوزوا، ممكن تكون سابروزويك بروتوزوا. يعني يا تتغذى زي البلانتس، يعني بتعمل فوتوسينثيسيس فبنطلق عليها هالو أو هولوفايتك أو هالوفايتك، أو اللي هي الهولوزويك بروتوزوا يعني بتأخذ النيوترينتس من الهوست، يعني بتكون متطفلة، بتكون داخل العائل، بتكون متطفلة عليه وبتأخذ كل النيوترينتس منه. يعني بمعنى بتتغذى على الماتيريال الموجود، يعني غالبا كلها سيتوستوم أو فم أو هكذا. يعني مثلا الديدان الإسطوانية إلها فم، لكن الديدان الشرطية لا، بتكون من نوع إيش اللي هي سابروزويك اللي هي الرمية. إيش يعني؟ يعني تترمم صحيح نفس الطريقة على النيوترينتس اللي موجودة في داخل العائل، لكن عن طريق خلايا سطح الجسم، ملهاش فم. عرفنا الفرق؟ لكن الديدان الإسطوانية لا، اللي هي إيش؟ هولوزويك، تستطيع أن تتغذى بنفسها إلى فم، وبتتغذى على النيوترينتس الموجودة في جسم العائل. لكن الفرق بينها وبين الشرطيات أن الشرطيات سابروزويك، ما عندهاش فم، وبالتالي تتغذى عن طريق الامتصاص، absorb nutrients through the اللي هو body surface أو البدول تبعها. تمام؟ هذه النقطة الثانية بالنسبة لخصائص البروتوزوا. إذا تكلمنا عن النقطة الأولى locomotion، النقطة الثانية للنيوتريشن، النقطة الثالثة اللي هي الريبودكشن. طبعا الريبودكشن من أساسيات بقاء هذه الكائنات الحية، وتتكاثر بطريقتين رئيسيات. الطريقة الأولى اللي هي السكشوال ريبودكشن، والطريقة الثانية السكشوال ريبودكشن. الطريقة الأولى السكشوال تنقسم إلى عدة طرق. الطريقة في منها البادينج اللي هي التبرعم. التبرعم بتكون الخلية الأم تنقسم إلى خليتين، لكن بأن إيكوال بورشنز، يعني بمعنى لو كانت هذه خلية في البادينج وفيها النيوكليوس، ممكن تنقسم النواة إلى الحجم هذا والنواة الثانية الحجم أكبر منها، وهذه تغطى بكمية سيتوبلازم قليلة وهذه كمية سيتوبلازم إيش أكبر، فانقسموا إلى إيش؟ إلى two unequal portions في البادينج، إلى two unequal portions. تمام؟ هذه طريقة من التكاثر اللاجنسي موجودة. طبعا الباينري فيجن معروف، الانقسام الثنائي البسيط، إنه one parent cell will give two cells أو two اللي هو individuals، يعني الخلية الأم بتعطي خليتين اللي هم الدوتر سيلز، يعني المذر سيلز او الخليه الام تعطي تو دوتر سيلز في حاله الباينري فيجن. اذا هذا النوع الثاني من الاسيكشوال ريبرودكشن. النوع الثالث اللي بسموه ايش؟ الشيزوغوني. شيزوغوني، الشيزوغوني هذا النوع الثالث اسمه شيزوغوني. ايش معنى الشيزوغوني؟ بسموه في العربي التكاثر الانفلاقي، التكاثر الانفلاقي. وفي the nucleus divide يعني many many times، تكون النواة تنقسم فيه يعني عدة مرات، وكل واحدة will be surrounded by suitable amount of cytoplasm، by suitable amounts of cytoplasm. اوكي، يعني بمعنى لو كانت عندي الخلية بالشكل هذا، انتبهوا الآن النواة حتنقسم بالطريقة هذه إلى many entities، إلى وحدات عديدة، وكل portion من النيوكليوس will be covered أو surrounded by suitable amount of cytoplasm، فبيحاط بكمية إيش اللي هي cytoplasm. طبعا خد بالك إنه هذا الجسم الكبير structure هذا إيش اسمه الآن؟ شيزونت. شيزونت في العربي إيش اللي بسموه؟ المفلوق، يعني خلية حيوانية أو الشيزونت. الخلايا اللي داخل الشيزونت ايش اسمها؟ ميريزويت، الميريزويتات في العربي، ميريزويت. كل هذه اسم ايش؟ اسم ميريزويت. تمام؟ فالميريزويت. فهذه يعني الطرق الثلاثة في التكاثر اللاجنسي بالنسبة للأوليات. الطريقة الأولى زي ما حكينا البادينج،
فيها الخلية الأم والديفايد into unequal portions. الباينري فيجن بتكون المذر سيلز وال جيف تو دوتر سيلز. بالنسبه للشيزوغوني التكاثر الانفلاقي طبعا النواه اللي هي تنقسم الى ماني انتيتيز، وكل جزء من هذه النيوكلياس ويل كفرد اور سراوندد باي سوتابل اماونت اوف سيتوبلازم. والجسم الناتج بسموه ايش؟ الشيزون. والانترنال سيلز بسموها الميريزويد. طبعا حنمر على هذا الكلام، هذا كلام اساسي من خلاله حنعطي تطبيقات عمليه لما نشرح الانواع. يعني مثلا البلازمودوم مالاريا بتعمل هذا النوع من التكاثر الجنسي في الانسان داخل كره الدم الحمراء، وهذا حنعرج عليه لما نشرح ان شاء الله البلازمودوم. مثلا برضو اللي بيعمل اللي هو طريقه السكشوال السكشوال برضو الكريبتوس وريدوم، وحكيناها المره الماضيه انه هذه عملت السكشوال وكونت ميرونت 1 وميرونت 2، بعدين عملت سكشوال ريبدكشن باتحاد الجميطات اللي هي المذكره والمؤنثه. الطريقتين تقريبا، طبعا في السنجامي اللي هو انه بنقصد في تكوين جميطات تو جميط وال يعني فيوز توجذر تو فورم وات از كولد زايجوت. وهذا ينطبق برضه على التوكسوبلازموزيس، وحينطبق على اللي هو الكريبتوس سبيرديوسيس. فالسنجامي بنعني فيه تو جميتس فيوز توجذر، يعني يونايت توجذر، وبكونوا حيوان اسمه الزايجوت، غالبا بيكون اووسيست، بيكون اسمه ايش؟ الكويسه، اووسيست او الكويسه. اخر نقطه في مميزات البروتوزوا، عشان كل هذه مفاهيم مهمه في شرح المحاضرات القادمه، اللي هو الانسيستمنت. الانسيستمنت بنعني فيه اللي هو التكيس. التكيس انه الحيوان او الطفيل بيحيط نفسه بكفر او وول بيحمي نفسه من التغيرات الحاصله في الامعاء او في المنطقه الموجود فيها، يعني في البيئه المحيطه فيه. فله فوائد عديده الصحيح. الفوائد الثلاثه، اول شيء كيب اتسيلف فروم انسوتابل كونديشنز، بليس فور ري اورجانيزيشن، ثلاثه بريبير اتسيلف فور برودكشن. هذول ثلاث ميزات او ثلاث يعني سيجنيفيكانسز ل اللي هو الانسيستمنت تكنيك، يعني تقنيه التكيس. المقصود فيها ذا انيمال كفر اتسيلف وذ ا وول اور كفر تو بروتكت اتسيلف فروم ذا انسوتابل كونديشنز. اثنين ميك ري اورجانيزيشن اعاده تعضي، اند بريبير اتسيلف فور ريبرودكشن جهز نفسه للتكاثر. والدليل لما شرح لنا انتميبا اذا فاكرين اول ما دخلت السيست ايش عملت؟ اكسستيشن اكسستيشن. بعدين لما صارت انسوتابل عملت انسيستمنت. مظبوط؟ وهذا نعم احدى الاماكن اللي بتجهز نفسها للتكاثر، بريبير اتسيلف، يعني تجهز نفسها للتكاثر. بس حابب يعني هيك نعرج الان على الفري ليفنج اميبا، عشان زي ما حكينا في بدايه المحاضره اللي هي الفري ليفنج اميباز، اللي هي الاميبا اللي حره المعيشه. اول نوع من هذه الانواع بسموها انتميبا كولاي. اول نوع من هذه الانواع بسميها الانتميبا كولاي، وهذه عاده موجوده في امعاء الانسان. طبعا كومنسل يعني بتعيش، بسميها الانتميبا كولاي. وهذه طبعا في منها تروفوزويد، في منها السيست. السيست تتميز بوجود من 6 الى 8 انويه، من 6 الى 8 انويه، يعني من 6 الى 8 نيوكلياي. هذه ميزه تشخيصيه بينها وبين مين؟ بين الهستوليتيكا. الهستوليتيكا كم؟ 4 نيوكلياي. وبالتالي هذه ميزه. طبعا له اكتوبلازم واندوبلازم، ليف ان ذا انتستين اند فيد فروم ذا نيوترينتس بريزنت ذير، بيستفيد من المواد الغذائيه اللي موجوده في الامعاء، وله اكتوبلازم واندوبلازم. لكن زي ما حكينا نون باثوجينيك وكاركترايزد باي ذا بريزنس اوف 6 تو 8 نيوكلياي، اند ذيس از دايجنوستيك كاركتر تو ديفرنشيت ات فروم انتاميبا هيستوليتيكا. في نوع اخر اللي هو الانتاميبا جنجيفاليز. طبعا حركته بطيئه. هذا الانتاميبا جنجيفاليز جاست consists of one stage، تتكون من طور واحد وهو طور ايش؟ تروفوزويد.
there is no cyst stage for entamoeba gingivalis. طبعا انتاميبا جينجيفالز present in the mouth. طبعا توجد في الفم وتتكون من اكتوبلاز واندوبلاز خلية حيوانية عادية وتتغذى feed on على النيوترينس الموجودة في الفم remaining of food بثيلة تيشو dead بثيلة تيشو cheek يعني everything present in the mouth. طبعا there is no cyst stage زي ما حكينا وهي برضو كومنسل ونون باثوجينيك. ممكن توجد الجنجيفاليس في الدوجز برضو والكات اضافه الى الانسان. اللي هو اكتوبلازم الخليه البيولوجيه ما بتعرفش الاكتوبلازم والاندوبلازم. نعم؟ لا التسوس يعني بسموه الدنتال كيرز هذا موضوع مختلف يعني يمكن موجود اكثر شيء باكلات اللحوم يعني الدنتال كيرز تسوس الاسنان. له اسباب مختلفه يعني عدم النظافه وجود البكتيريا بقايا الطعام له اسباب مختلفه لكن غالبا يتركز وين في اكلات اللحوم يعني في الكارنيفورز مور ذان هيربيفورز ليش لانه هيربيفورز دائما بياكلوا اعشاب وفي غسل يعني مثلا لو عملت مقارنه بين الابقار وفي بحث في هذا الكلام بالابقار والكلاب حتى تجد الكلاب اكثر اصابه بالدنتال كيرز من اللي هو الابقار ليش الابقار غالبا بيعملوا ووشنج دائما بالصلايفا اوكي يعني في بروتكشن بواسطه الصلايفا نيجي للانتاميبا بوليكي انتاميبا بوليكي برضو احد انواع الفري ليفنج اميبز والانتاميبا بوليكي طفيل بيوجد في المانكز والبيجز في القرده والخنازير طبعا هذا الطفيل يعني ممكن نفرقه من الهستوليتيكا ببعض المميزات اللي هي الشكليه انه السيست بتاعت الانتاميبا بوليكي لها نواه واحده بينما الانتاميبا هستوليتيكا فيها كام؟ اربعه فهذا فرق تشخيصي بين الانتاميبا بوليكي والانتاميبا هستوليتيكا اذا توجد بين اللي هي الكائنات المانكز والبيجز والخنازير هذه لها تو ستيجز نعم لها تروفوزويت ولها سيست ستيج لا جاست وان تروفوزويت جاست وان تروفوزويت في طفل اسمه نيجليريا فولاري نيجليريا فولاري نيجليريا فولاري برضه من انواع الاميبز النيجليريا فولاري طبعا عباره عن طفل فري ليفنج موجود في البرك السباحه سويمنج بولز وممكن ينتقل للانسان تمام وممكن يعمل شيء اسمه برايمري اميبيك منينجو انسفالايتس برايمري اميبيك منينجو انسفالايتس التهاب نعم السحايا او التهاب في اغشيه المخ طبعا موجود في السويمنج بولز والانفكشن للانسان بتتم عن طريق انتقال هذا الطفل اثناء السباحه الى الالفاكتوري نيرفز اللي هي الاعصاب الشميه الفاكتوري نيرفز الفاكتوري نيرفز اللي هي الاعصاب الشميه عن طريق الام ومن ثم تصل للبرين او المخ فبتعمل له طبعا الاكيوت انفلاميشن في خلايا او غشاء المخ فاسمه برايمري اميبيك منينجونسفالايتس بيختصروه بالبام بي اي ام بام برايمري اميبيك منينجو انسفلايتس بتسببه نيجليريا فولاري توجد في مياه السباحه او البرك يعني الانفكشن عن طريق اللي هو الاستنشاق اثناء السباحه الفاكتوري نيرفز ويل ترانسميت ذيس باراسايت تو ذا برين اند كوزز البام او البرايمري اميبيك منينجو انسفلايتس طبعا مش موجود عندنا الصحيح يعني لم يتم تسجيله في اي من التقارير الصادره في قطاع غزه. نعم. ممكن يسبب التهابات حاده والام في الراس يعني اعراض طبيه مختلفه. وبعدين ممكن يسقط المريض في غيبوبه في كوما وخلال اسبوع ممكن يموت. يعني على طول ما لانه يعني يسبب اصابه حاده اكيوت انفلاميشن فبيؤدي الى كوما ومن ثم الدف. هذا بالنسبه لل في طفل اخر اسمه اكانثاميبا عشان نخلص اللي هي الفري ليفنج اميبز اللي اكانثاميبا
طبعا كانت اميبا برضه فري ليفنج اميبا بريزنت سويمنج بولز موجود في برك السباحه و بصيب السنترال نيرفس سيستم برضه الانفكشن عن طريق اللي هي السباحه زي ما حكينا بس بيعمل مايلد انفكشن يعني اقل خطوره من نيجليريا فوليري بيعمل مايلد انفكشن للانسان والانتقال نفس الطريقه عن نيزل الميكوزا بدخل عن طريق النيزل الميكوزا يعني اللي هي الانف اوكي ومن ثم يصل الدوره الدمويه ومن ثم يصل الى الجهاز التنفسي بس اصابته اقل حده من النيجليريا فوليري هيك بنغطي كل انواع الفري ليفنج اميباز بدنا نكمل موضوع اللي هو الترايكوموناس طبعا احنا اخذنا المره اللي فاتت الترايكوموناس جينجيفاليز سوري ترايكوموناس فيجينيناليز وفي طفيل اخر اسمه ترايكوموناس فيتاس عشان هذا هو يعني ثلاث اجزاء محاضره اليوم لفري ليفنج اميباز خلصناها وترايكوموناس فيتاس بالاضافه الى الدينتا ميبا افلاجيج بالنسبه للترايكوموناس فيتاس طبعا هي برضه نفس الشيء خليه كمثريه الشكل يعني بير شيب الها ومرسومه عندكم يعني في الكتاب وهذه الخليه طبعا الها نيوكليوس والها فلاجيلم والها اكزوستايل بنصف الخليه القلم المحوري من النص بس الها تركيب جانبي اسمه الضلايع او الكوستا اسمه الضلايع او الكوستا زي ما هو مرسوم عندكم تقريبا بالشكل هذا تمام وفي اللي هي النواه هنا وفي اللي هي الضلايع طبعا في اللي هي القلم المحوري وبعدين الصوب فهذه يسموها ترايكوموناس فيتاس طبعا هي بتصيب اللي هي الكاوز بتصيب الابقار ترايكوموناس فيتاس ماشي ومسؤوله عن الجينيتال انفكشن في هذه اللي هي ال مسؤولة عن الإصابة جنسية في الأبقار وبتعملهم أبورشن بتعملهم إجهاض ماشي وزي ما حكينا تؤدي إلى إجهاض في الكتل وغالبا شائعة في الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية لأنهم عندهم إيش إمكانيات لتربية الماشية وغيرها هي مرسومة عندكم هي مرسومة لا موجودة خلف الكوستا بتيجي خلف الكوستا طبعا في لها غشاء متموج في التركيب تمام زي ما حكينا التركيب تبعها بودي لها جسم ونواة وكوستا وفي انجوليتنج ميمبرين وفي فلاجيلا تصعد الى الاعلى يعني من المنطقة الامية ومن ثم الاكزوستال القلم المحوري ونصف الخلية من المنتصف طبعا هذه الخلية انه تعتبر تعمل شيء اسمه بوفاين ترايكومونياسيس يعني بتصيب الابقار والثيران والعجول وغالبا بتصيبهم بعد من الاسبوع الاول حتى الاسبوع السادس عشر من عملية الانسيمينيشن هي عملية التعشير بالنسبة للحيوانات طبعا هو يعتبر فينيريال ديزيز مرض جنسي بالنسبة للابقار ويؤدي كما يعني تكلمنا الى الاجهاض طبعا ممكن ياخذوا عينه مسحيه من هذه الابقار ويكتشف الطفيل الذي يتكون من خليه واحده وهي الاتروفا او الاتروفوزويد تمام هذا تكمله طبعا مش بس الابقار ممكن يصيب حيوان اسمه الزيبو اللي هي حيوان الدربي بسموه الحيوان الدربي موجود طبعا في يعني في كثير من مناطق العالم والماشيه كما اسلفنا هذه النقطه الثانيه في المحاضره النقطة الثالثة عشان نكمل زي ما اسلفنا في محاضرة اليوم اللي هي الدينتا ميبا افريج مين عنده سؤال اولا في الفري ليفنج اميباز وفي ترايكوموناس فيتاس؟ البشر؟ لا هي زي ما حكينا فينيريا ديزيز بصيب الكتل والابقار والماشية ملوش علاقة بالانسان نعم؟ لا ما اعتقدش يعني الزونوتك يعني الى سبيسيفيسيتي برضه. نيجي لطفيل اخر يمكن هو الجزئية الثالثة اسمه دينتاميبا فريجيليس. دينتاميبا من نوع الاميباز برضه.
طبعا هذا الكائن او هذا الطفيل يتميز بوجود تو نيوكلياي. تو نيوكلياي في الخليه. We have two nuclei في الخليه وهذه ميزه تشخيصيه. طبعا بتميز ايضا عشان كده بسموه داي من ايش يعني له نواتين. باي يعني داي يعني له نواتين. فداين تميبا فريجيليز له نواتين وبيصل حجمه تقريبا 18 مايكرون وفقط له طور واحد اللي هو تروفوزويد مالوش سيست. تروفوزويد هو الطور الموجود بالنسبه له. طيب قبل نتكلم على اللايف سايكل والحاجات هذه الحجم تبعه بيبدا من 18 مايكرون يعني ممكن يكون 16 18 20 زي كده. طبعا ممكن نصبغه بالايرون هيماتوكسيلين بالترايكروم انا صحيح عملنا دراسه عليه ونشر في المجله يعني احد المجلات اللي هي ايران او ايرانيان جورنال اوف باراسيتولوجي يعني قبل شهرين موجود لو كتب واحد دينتاميبا فريجل انقاذ بتجي له المقاله كامله وموجود في الاوتلاين تبعت يمكن درسناه احنا بين الناس اللي بترددوا على عياده النصيرات قبل سنوات وجدنا نسبته تصل الى 8%. طبعا الكونكلوجن في الموضوع تبع البحث انه هذا عباره عن ايش بنسميه؟ neglected and missed protozoa انقاذا. عشان كده عنوان المقاله دينتاميبا فريجلز انقاذا ستريب a neglected protozoan a neglected parasitic protozoa a neglected يعني مهمل يعني بمعنى كل التقارير لم تذكر هذا الطفل كل المختبرات لا تعرف هذا الطفل تقريبا ممكن واحد اثنين لكن موجود لكن neglected وmissed ما حدا بنتبه له لكن احنا في بحث معين استطعنا انه نصبغه ونشوفه ونشخصه وننشر المعلومه عنه. ايه طبعا هو بيتحرك بالقدم الكاذب زي ما حكينا وبتكون من التروفوزويد وله حركه يعني وبنصبغ زي ما حكينا بعده طرق من الصبغات سواء الايان هيماتوكسيلين او الترايكروم. طبعا يمكن هذه الصور تبعته بوضح التو نيوكلياي ايش هذول النواتين كان لي انا صوره صحيح صبغها بس مش موجوده في الملف هذا ممكن باي صبغه ترايكوم ستين او ايرون هيماتوكسيلين ايرون هيماتوكسيلين او ترايكوم بصبغ اللي هو هذا الطفل. نيجي نتكلم على اللايف سايكل لهذا الطفل. يمكن اللايف سايكل تاع الدينتاميبا فريجيليز انيوجوال مش زي دورات حياة المعتادة اللي احنا بنعرفها وعلى الاقل شرحنا يعني كجزء منها الانتاميبا والجاردن. خلينا نشوف طبعا بما انه هذا الطفيل له جاست وان ستيج اللي هو التروفوزويد فكروا العلماء وحاولوا يستكشفوا كيف بتتم دورة حياته او اللايف سايكل تبعت هذا الطفيل بما انه ملوش سيست ستيج. هم صحيح الموضوع هذا كان موضوع يعني شبه محير وما فيش ديسيجن نهائي لكن حاول يعمل بوستيليشن او فرضيه او افتراض لكيفيه انتقال هذا الطفل. فايش حكى العلماء؟ حكوا انه هذا الطفل ممكن ينتقل فيا سم ايجز اوف سم نيماتودز يعني بمعنى هم لاحظوا انه في ناس مرضى عندهم اسكاريس لامبريكويدز ولما فحصوا الإج نفسها تحت الأسكارس وجدوا داخلها اللي هو إيش الدينتاميبا. فعملوا فرضية إنه هذه الانتاميبا وصلت لهؤلاء الناس بواسطة أو عن طريق إصابتهم بنيماتودا إيش أخرى يعني بمعنى لم يستطيع إنه يأكدوا والله بنتقل عن طريق شراب أو طعام ملوث أو عن طريق تربة أو غيره نو بس هم عملوا فرضية إنه this بروتوزوا او this دينتاميبا could be transmitted via the infection with other nematodes زي الاسكارث وزي ايش؟ الانتروفيس. فراحوا فحصوا الناس المصابين بالاسكارث وفحصوا الايك تاعت الاسكارث اللي بالشكل هذا عشان توضح الصوره هذه اليرق فوجدوا هنا ايش؟ في دينتاميبا فحطوا احتماليه او فرضيه او بوستيليشن انه هذا الطفل انتقل من خلال ايش؟ بيوض اسكارث. طبعا هذا حتنفتح صح؟ وحتطلع وهيك هذه في الشفوة في الامعاء في الاسطول مضبوط؟ ونفس الشيء
الايج بتاعت الانتروبس فيونوكلياريس لما فحصوها وجدوا داخلها برضو دانت اميبا فريجيلي، فاستدلوا او افترضوا انه this protozoa could be transmitted through other nematodes زي الاسكاريس وزي الانتروبس. نعم. كل انا صحيح جربت وحاولت افحص يعني اناس عندهم اسكاريس وفحصت بيوض الاسكاريس وجبت انتروبيس وفحصتها صحيح، جبتها نفس الديدان البالغه وحاولت شرحتها وفحصتها على الميكروسكوب لما اجت فيها دينتبل، لكن على الاقل بدك تجرب يعني عدد كبير حتى تصل، فهي دي يعني بدها دراسه كبيره، يعني حطينا مبادئ على الاقل بيس انه والله الطفل موجود عندنا دينتبيبه، لكن ممكن دراسه اخرى تجيب ديدان اسطوانيه زي الاسكاريس والانتروبيس وتجيب البيوض وتفحصها تحت الميكروسكوب، يعني بس بدك عدد كبير وتفحص هل الفرضيه هذه برضه صحيحه، او تفحص ناس وتقارن عندهم دينتبيبه هل عندهم طفيليات اسكاريس او انتروبيس وتشوف، يعني بمعنى انهم لحد الان العلماء لم يصلوا الى فرضيه صحيحه هل عن طريقه الانتقال او الترانسميشن الانسان بالنسبه للدينتبيبه، لكن حطوا هذه او وضعوا هذه الفرضيه. وضحت؟ تمام. هذا بالنسبه له. طبعا بنقسم انقسام ثنائي بسيط، وانا صحيح كنت حاطط صوره لكن للاسف مش موجوده حاليا بالنسبه للدين. طيب نيجي نتكلم على السيمتومز او الاعراض او الحاله الطبيه والباثوجينيسيس اللي بسببها الدينتاميبا. في يعني علماء عملوا يعني الدراسه وقارنوها بدراسات اخرى، ففي عالم اسمه يانج وسكوتش عملوا دراسه وقارنوها ب دراسات مرجعية أخرى في يعني أحد السنين، فوجدوا أنه الناس اللي عندهم دينتاميبا في دراستهم ممكن يعانوا من أعراض مختلفة زي الدارية وزي الأبدومينال بين وزي البلاد وميوكويد وستول وزي الفلوتلانس وزي الفتيج والويكنس والترنيتنج داريا كونستيبيشن، بالإضافة إلى نوسيا وفوميتنج أند ويت لوس. فوجدوا انه نسبة الدارية في دراستهم 58.4 بين الاشخاص المصابين بالدينتاميبا، بينما الدراسات الاخرى من الليتريتشر وضحت انه الناس اللي عندهم دينتاميبا مصابين بالاسهال بنسبة 42.5، لكن هذول طبعا يسجلوا نسبة اعلى مش كده؟ بينما هذول وجدوا انه الناس اللي عندهم دينتاميبا بيشكوا من ابدومينال بين بنسبة 53، هذول حكوا لا 46.2. وهذول بالنسبة لنوع الستول أو الطايب أو يعني الستول بلاد وميوكويد ولوس نسبة 9، هذول وجدوا نسبة أكبر بضعف 22.6، وهكذا بالنسبة للأعراض كان في تفاوت وفاريشن بين النسب اللي وجدوها يانج وسكوتش بالإضافة أو بالمقارنة مع دراسات أخرى تمت على نفس الطفل، يعني في فاريشن بالسيمبتومز يعني في الدراستين. يمكن هذا الطفل زي ما حكيت ملوش ستيج لحد الان كما كشف العلماء، وهناك يعني حاولوا ينقل المرض عن طريق الفم لكن فشلت تجارب، طبعا عن طريق حيوانات او غيره وفشلت هذه التجارب، وهذا بعضد او باكد الفرضيه انه الانتقال مش عن طريق اللي هو اورالي مش عن طريق الفم، لا لسه ما زالت الفرضيه هي انه الترانس مش عن طريق نيماتودا اخرى. يمكن في 1940 وضح الكلام العالم دوبل، 1940 وضح هذا الكلام العالم دوبل، وهو هو صحيح اول عالم وضح وكشف الدينتاميبا فراجيلز وحط الفرضيه تبعته انه هذا الطفيل بينتقل زي ما حكينا بواسطه اللي هي نيماتودا اخرى زي الانتروبيس وزي الاسكاريس. بالنسبة طبعا ممكن يعمل دايريا بالمناسبة، يعني ذا مين باثولوجي انه بيعمل دايريا، وزي ما حكينا شفنا في هنا نعم في مقارنة انه ذا موست سيمتوم غالبا كان مين الدايريا، وبالتالي فعلا ذا مين سيمتوم فور ذيس بروتوزوا از ذا دايريا. بالنسبة للدايجنوسيس او التشخيص طبعا كما اسلف احنا يعني في البحث صورنا صحيح الخلايا اللي حصلنا عليها واستخدمنا صبغه الايرن هيماتوكسلين
ممكن نستخدم ترايكروم بسيط يعني جدا. في دراسات اخرى حاولت يعني تحدد السبيشيز او يعني مور ادفانس تكنيك. في ناس استعملوا كلتشر ويعني واستزرعوا الطفيل عملوا له كلتشرينج، وفي ناس عملوه في البي سي ار برضه واكدوا وجوده كخليه. لانه الان بروفيشنال بيرسونز يعني لو كانش الواحد يعني عنده مور اكسبيرينس ممكن يعمل مس ريزلت مع different type of amoeba. لكن اذا استعملنا البي سي ار له سبيسيفيك برايمر باكد انه فعلا هذا دين اميبا فريجلس. تفضل. نعم الصايد. انت ايش رايك؟ طيب مين بيعرف الاجابه؟ كيف الطفيل بتوجه لللوكيشن اللي بعيش فيه؟ صحيح سؤاله. تفضل. لا ما في طفيل بتعيش في الدم، يعني مثلا اسكاريس تاخذها اورا اللي بتوصل مع البلهارسيا بتخترق. اولا السبيسيفيسيتي للسايت هذا واحد. نعم. ثاني شيء اللي هو السيجنالينج او الكيموتاكسز الانجذاب الكيميائي. وفي المقدمه الخلقه الالهيه، الخلقه الالهيه انه ربنا سبحانه وتعالى يعني خصصه في هذا المكان. لكن في اشياء في الجسم بتساعد، يعني مثلا تعال ايش معنى البلهارسيا بتروح في الدوره الدمويه وبتيجي وين؟ على الاورده او الوريدات اللي عند المثانه. ايش معنى ما راحتش على الكبد مثلا؟ في اكيد في مسارات محدده وانجذابات جذبتها لهذا المكان. لكن هي خلقه ربانيه، لكن في انجذابات اكيد كيموتاكسيس، سيجنالينج، اشارات معينه. هذه موجوده. نعم. مكان محدد بيكون له بس خاص في هذا المكان عشان صحيح والسوتابيلتي صحيح، يعني مناسبه المكان وتكيفها في مناسبتها او مناسبته الها يعني للطفل هو المحدد في النهايه. صحيح. المعيشه يعني مثلا ويمكن حجم الطفل كمان له دخل، يعني مثلا النيماتود او السيستود مكانها الامعاء غالبا، في منها بالفيزل في الاوعيه الليمفاويه صحيح زي المشريره، لكن معظمها وين؟ في الامعاء. ليش؟ الامعاء مكان واسع ويستطيع انه يتسع ل 10 وحده مثلا ديفلوبرثريوم ليتا 12 متر مثلا، تينيا وسجينات بصل 3 ل 5 متر. فهذا الكبر في الحجم السوتابل لوكيشن لها مين؟ الامعاء. لكن تعال البروتوزوا زي مثلا بلازموديوم تسعها كره الدم الحمراء تناسبها حجما وشكلا ووظيفة والى اخره. يعني اسباب عديدة يمكن احنا نستطيع نجاوب. كيموتاكسيز، سيجنالينج، اللوكيشن، الاستراكشر، السايز وهكذا. حتى الادابتيشن واحنا يمكن ذكرنا هذا، حتى تكيف الطفيل انه يعيش في هذا المكان ومدى موائمته له. من عند تفضل. وممكن كمان يكون انه هروب الجهاز المناعي. الهروب هذا بيجي لما تصير تعمل الديفكت. يعني انها تتغير مكانها لما تعمل ديفكت مثلا. يعني في الانتاميبا لما تعمل الانتستينال اميبياسيس وتعمل دمج للابيثيليا تاع الامعاء خلاص بتصير مواجهه مع جهاز المناعه، لا بتروح وين؟ اكسترا انتستينال، فبتروح على الليفر واللانج والبرين. مثلا الانكليستوما بتغير السايت شويه، يعني بتضل في نفس الامعاء لكن من منطقه لاخرى، ليش؟ لانه خربت الامعاء او عملت دمج في الامعاء. تمام؟ من عند السؤال تفضل. كيف دخلت في داخل الهوبرت مسكارس؟ وجدت في المنطقة اللي موجود فيها الأسكارس، يعني في المنطقة اللي موجود فيها، يعني هذه قضايا يمكن احنا لا نستطيع الإجابة عليها بالتحديد الصحيح، لكن هكذا وجدوا يعني. ممكن هايبرباراسايتيزم، بسموه هايبرباراسايتيزم صحيح، طفيل يتغذى على طفيل او يعيش داخل طفيل. هايبرباراسايتيزم. تمام. فيعني هذه قضايا من الصعب اثباتها صحيح لانه ما زالت زي ما حكينا فرضيات، هذه بوستيليشنز.
لم تثبت لحد الان، لكن هيك بيفترضوا طالما فشلت انه يجربوها عن طريق الفم، فهذه الفرضيه ظلت الى حد الان لم تتغير. مين عنده سؤال؟ شكرا.